لكم الصحه باسكو راكم تعاونونا بما فيه الكفايه. انتم اللي راكم حاسين بنا، راكم تشوفوا فينا يوميا كيف رانا نعاني، ولا هنايا في المستشفى الشيء اللي ماوش يعرفوا الناس اللي راهم لبرا ما راهمش يشوفوا. رانا متفاجئين لما نخرجوا للبرا، نروحوا لديارنا، رانا نروحوا من بالرغم من هذا الشيء رانا نلقاو الناس مقودين ولادهم رايحين يدوروا لبرا. كيفاه يجيهم القلب، كيفاه يجيهم القلب انهم يعيشوا حياتهم عاديه والناس راهي تعاني لهنا في المستشفى؟ كيفاه رانا ماناش قادرين نتصوروا الناس كيفاه راهي تروح تشري الملابس للعيد. العيد راهو مازال، رانا مازلنا لليوم رانا نشوفوا في الامراض الناس راهي تدخل يوميا. كيفاه الناس مش حاسه بهذا الشيء؟ رانا هدرنا لكم يوميا، رانا نقولوا باللي المرضى راهو كاين، رانا ماناش نكذبوا عليكم. الناس راهي ساهره ليل ونهار باش كي تسهر على صحتكم، وانتم ماكمش تفكروا نهائيا نهائيا في الصحه تاعكم. واش هي الطريقه ولا اللغه اللي نقدروا نتعاملوا بها معاكم باش كي تفهموا هذا الشيء؟ رانا متحيرين عليكم، رانا نعاني ومانيش حابينكم انتم تزيدوا تعانيوا معنا. واحد يجيب 10 و20 يجيبوا 40 وهي رايحه. من فضلكم من فضلكم من فضلكم عاونونا، عاونوا الفريق هذا اللي راهو ساهر لهنا، وعاونوا الفريق الطبي والفريق الشبه الطبي. رانا منتظروا منكم تساعدونا بالله. لا كامله مفتوحه، شارع دبي كامل مفتوح. وش هذا التفكير هذا؟ وش هذا التفكير؟ وين رايحه؟ وين رانا رايحين بها؟ قولوا لي رانا ننتظروا باش ان شاء الله منا للعيد نعودوا نصافحوا رواحنا، نروحوا نشوفوا اهالينا، نشوفوا امهاتنا. حنا والدينا ما نشوفوا فيهم سبحان الله، ولادنا ما نشبعين بهم، وانتم راكم هزين ولادكم تديوهم للخطر سبحان الله. تدي ولادكم مقودينهم هزينهم فرحانين بهم كي راكم تخرجوا فيهم للبرا. كيف هذا؟ عاونونا، افهموا يا ناس، افهموا يا ناس من فضلكم، افهموا بلي راهو شيء خطير، راهو شيء خطير. عاونونا من فضلكم، حبسوا هذا الخروج لبرا. واش احنا قلنا لكم بلي صح رانا في شهر رمضان الفضيل، الناس تاكل وتشرب، ما علينا تشريوا بصح روحوا في اوقات، اشريوا وقضيوا حوايجكم وروحوا لدياركم. وعليه التجمعات وعليه الزيارات وعليه هذه؟ راكم تفكروا في حلويات العيد وفي قش العيد؟ اي مش القش مش راح يجيب لكم الصحه تاعكم. الصحه راهي لما تجيو في بيوتكم وتحافظوا على نفوسكم. من فضلكم من فضلكم ساعدونا ساعدونا، خليونا نقدروا نخدموا باش كي نراعيوا على الاقل المرضى اللي راهم كاينين في المستشفى. راكم تشوفوا فيهم اللي نقولوا له راك مروح يهز يديه للسماء ويقول الحمد لله يا ربي اللي روحت لاهلي، الحمد لله اللي روحت لاهلي. وانتم ماكمش شاعرين بهذا الشيء، ماكمش فاهمين. من فضلكم من فضلكم ابقوا في ديوركم، ابقوا في دياركم، حافظوا على صحتكم، حافظوا على اهلكم، ما تكونوش انانيين، تكونوا عندكم روح المسؤوليه، تكونوا عندكم الوعي، الوعي وروح المسؤوليه. متجمعين مع بعضاكم، تتلاقوا مع بعضاكم، تهدروا وتشيخوا، بعدوا وخليوا مسافه الامان، مسافه الامان. رانا نمشيو الصباح نجيو نخدموا نلقاو الناس هكذا متكوكين في بعضهم يهضروا. سبحان الله عاودنا نهضر لكم بالدرجه باه تفهموا، مانيش حابين نهضر لكم باللغه الفرنسيه ولا بالعربيه باه تفهموا اللغه، اللغه البسيطه اللي تقدروا يفهمها الجميع، اللي قاري ولا اللي مش قاري، الناس الكل، الناس الكل تفهم هذا الشيء. من فضلكم ساعدونا، رانا تعبنا وانتم ماكمش حابين تعاونونا مره. وبارك الله فيكم، اسمحوا لي اذا كنت شويه قاسيه معاكم، بصح نتمنى نكون قاسيه معاكم باش كي على الاقل تساعدونا نخلصوا المهمه تاعنا وننهيوا ان شاء الله على هذا الوباء، نتهناو منه. الناس الكل تفرح ان شاء الله وتعيد بخير على خير، والسلام عليكم.